شو بده في شيء هيك لإلي بعد؟ لا يعني الموسيقار يعني والمطرب احنا هدينا خلصت هلا المطلوب الموسيقار والمطرب عم نقول شو بدك تقدم لنا. بدي اقدم غنية جديدة. هذا اللي بدنا نعرف شو هو. انا دائما بس بدي غني شيء جديد ببقى خايف. هلا خايف مقطوع قلبي فزر. من مين؟ شو اللي بخوفك؟ من الجمهور. انه ما تعجبهم الغنية ما بتعرف. او شيء بضل واحد هيك مقطوع قلبه فزع. على كل حال هذه الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرانسيس ومن ألحان الأستاذ ملحم بركات. نعم. شو بتقول؟ شو عنوانها؟ شو جيت مطلعها؟ بوقتك يا أستاذ سيمون. هلا أنت مكمر عم نلا غنية اسمها تعال ننسى اللي عم يمرق علينا أنا وياك. لا بس طلعت أنت إن بدك تطل عم نلا غنية اسمها جيت بوقتك حتى تشبعنا أغاني حلوة السنة إن شاء الله. أنا بشكركم وبشكرك على التعب اللي تعبته وعلى التحضير الكبير اللي حضرته والفنانين اللي اجوا من برا ومن جوا واللي الحقيقة هالبرنامج أخذ الناس بشكل فظيع حبوا كتير ومش إنه بس ملحم بركات لكم فضل علي بهالبرنامج كل المطربين يلي الناس مش عارفة كانت شيء عنهم الله يخليك ونعرفوا ونعرفت نفسيتهم وإن شاء الله البرامج الجديدة يا أستاذ سيمون كمان يكون إلى دور كبير باكتشاف المواهب بهالبلد لبنان المحبة ولبنان السلام ولبنان الفن ولبنان التهذيب ولبنان الرجال الطيبين. الله يخليك. رح أقدم لكم هلأ أغنية بس ما تخافوا. إيه ما تخافوا. لا ما رح نخاف إذا ما خوفتنا ما رح نخاف. طيب يلا أرفض. أهلا وسهلا فيك. العتمي الساكن دربي
الحب ومر الحب دخيلك شو عملت بقى قلبي دخيلك شو عملت بقى قلبي دخيلك شو عملت بقى قلبي
صرت بقلبي من عمري وروحي قريب، صرت الأغلى من حياتي، حب ودمعاتي وأماضي، صرت الأغلى من حياتي، حب ودمعاتي وأماضي، صرت الأغلى من حياتي، حب ودمعاتي وأماضي، دقت الحب ومر الحب، دقت الحب ومر الحب، دقت الحب ومر الحب، دقت الحب ومر الحب، دخيلك شو عملت بقلبي، دخيلك شو عملت بقلبي، دخيلك شو عملت بقلبي، جيت بوقتك ارفع قلبي، ارفع قلبي، اه يا قلبي، زحل عتمي، زحل عتمي، زحل عتمي الساكن دربي، جيت بوقتك ارفع قلبي، ارفع قلبي، اه يا قلبي، زحل عتمي، زحل شو عملت بقلبي.